صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1189 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت. ودلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل دالة ابعت لها مصفوفة من الداتا تيبل، تمام، وهي تعمل كرييت لوحدها. اوكي، وممكن كمان استخدم معاها برامز لو عايز افضل، يعني بحيث ان ابعت لها اي داتا تيبل انا عايزه. طيب تعال نشوف مع بعض بفضل الله. احنا هنرجع لملف الاكسل او كلاس اكسل، وهنا طبعا عندنا المصفوفة التحفة اللي اسمها ايه؟ كريت اكسل فايل، ماشي؟ فهنيجي هنا هعمل دالة جديدة اهو، public static void، ماشي كده؟ create اكسل فايلز، ماشي؟ طيب الدالة دي بقى create excel files هنعمل ايه بفضل الله؟ واحدة واحدة. هنا هتبعت لي مصفوفة فيها اسماء الملفات، صح كده؟ هتبعت لي مصفوفة فيها ايه؟ فيها اسماء الملفات. ما انت ايه، ما انا يعني هو انا مثلا ينفع اعمل كده؟ بص هو انا ينفع اعمل كده؟ يعني اخد دي كده قبل، شايف؟ بص وانا حاططها هنا واجي اقول لك هنا برامز مثلا، خد بالك، واجي هنا بص، انا اصلا مجرد ما قلت برامز وسكت، بص برامز بارامتر موست بي ذا لاست بارامتر، يعني اصلا. طب ماشي لو انا جيت هنا ورحت قايل ده كمان ايه برامز، اهو فبرامز موست بي سنجل اري، ماشي حاضر. بص واحده واحده حاضر يا عم، ده مصفوف ها، وده كمان مصفوف ها، موافق؟ قال لك ايه؟ برامز بارامتر موست بي ذا لاست برضه نفس القصه، شايف؟ طيب يا عم وانا رحت عامل كده، هل هترضى مثلا؟ يعني انت متخيل انا بحاول اعمل لك ايه؟ يعني انا البرامز هي واحده معاك برامز، خلاص
لو انا شلت برامج دي من هنا فاهمني، وعملت دي مصفوفه وشلت دي كده، اه ماشي ليه في الاخر ومره واحده فاهم، لان انت هنا برامج. طب برامج الايه؟ فاهم الفكره؟ برامج الايه؟ ما انت برامج ما تبعت لي كذا حاجه يعني. هنا انا مستني منك داتا تيبل واحد او اتنين داتا تيبل او تلاته داتا تيبل او اربعه داتا تيبل، صح كده؟ بسهل عليك يعني، بدل ما تقعد تبعت مصفوفه بسهل عليك. ده بالنسبه للداتا تيبل. اما هنا بقى لازم تكون ايه؟ مصفوفه. لازم تكون مصفوفه، لا اما اعمل حركه ثانيه. عارف بص بقى حركه ثانيه بنت لذينه. اه لا لا لا، اقول لك بلاش مصفوفه. بلاش ايه؟ بلاش مصفوفه. جات لي فكره دلوقتي في دماغي جامده جدا. عارف ايه هي؟ هو هيبعت فايل نيم واحد. هيبعت فايل نيم واحد، وانا هاخد الفايل نيم اللي هو هيبعته ده وهنشئ فايل نيمز على اساسه بالترقيم. يعني هو مثلا لو بعت كلمه كومباني هروح انا وبعت مثلا 3 داتا تيبل، هروح انا عامل ايه؟ هقول له خلاص يبقى كومباني 1 كومباني 2 كومباني 3 الى اخره. ايه رايك بقى؟ طيب في البدايه هنا تعالى نعمل تراي وايه؟ وكاتش. نعمل تراي وكاتش ولا لا؟ ما تعملش تراي وكاتش، اصل احنا عاملين تراي وكاتش في اللي هنستخدمها. ما انا هستخدم كرييت اكسل فايل على فكره. هستخدم كرييت اكسل فايل. بص انا يعني هعمل ايه؟ هعمل فور. هعمل فور على ايه؟ هعمل فور على فور، خليها فور عاديه. فور اكس واخد بالك على اللينجز بتاع ايه بقى؟ بتاع التيبل اللي اتبعت ده. تمام؟ ده خليه تيبلز بقى، صح؟ خليه تيبلز. ماشي؟ اسمه ايه تيبلز؟ عشان ما نلخبطناش واحنا شغالين. تيبلز دوت الايه؟ الكاونت بقى. ده اصلا يعتبر ايه؟ مصفوفه داتا تيبل. فدوت الايه؟ دوت الكاونت ايه بتاعته؟ الكاونت دي طبعا بقوسين. ماشي. وهنا اكس زائد بتساوي واحد، ودي الفور عادية زي ما هي. جوه الفور بقى هعمل ايه؟ جوه الفور انا بادئ من الصفر اهو. جوه الفور هستخدم كرييت اكسل فايل وانا مغمض اهو. كرييت اكسل ايه؟ اكسل فايل. كرييت ايه؟ اكسل فايل. وهنا في الاقواس احط في كل لفة احط الفايل نيم اللي هو بعته، الفايل نيم اللي هو بعته، وبعد كده هدمج معاه هدمج معاه ايه؟ شوف بقى، ممكن ندمج معاه اندر سكور مثلا، وبعد الاندر سكور ندمج معاه ايه؟ كده ما بين اقواس عشان يجمع اكس زائد واحد، عشان يجمعها بس. خلاص يبقى انا كده ايه؟ برقم الاسم اللي هو بعته، اللي هو بعت اسم واحد بس. انا كده بسهل عليك خالص في الاستخدام. لا مش هخليك كمان تبعت مصفوفه اسماء، لا ده هو اسم واحد وانا هشتق لك منه ايه؟ اسماء كتير. وهروح اعمل كومه وهبعت طبعا ايه؟ التيبلز رقم كام يا ريس؟ تيبلز رقم اكس وسيمي كولن، بس كده خلاص. تخيل، شوف انت ايه، بفضل الله تفكر بس شويه كده تلاقي نفسك بتنتج حاجات زي الفل. ماشي. شوف هو سطر عملناه، سطر واحد، سطر واحد عمل اعمال كتير يعني. سطر واحد تنده عليه، انت هتنده على الداله اللي هي مكتوب فيها سطر واحد بلوب. بفضل الله هتنشئ لك اي عدد من الملفات باي داتا تيبلز عندك. تخيل يعني، ممكن اخليك ممكن بحاجه زي كده اخرج الداتا بيس كلها في ملفات اكسل بجمله واحده بسطر واحد. كرييت اكسل فايلز واديله مصفوفه فيها كل الداتا تيبلز بتاعت الداتا بيس. تخيل، تعال نجرب بس عشان ما نقعدش نتخيل كتير. هو انا ليه شغال بالزوم؟ انا صغرت الزوم ونسيت اكبره، صح؟ معلش. تعال بقى ايه، تعال نجيب نجرب هنا، نجرب الكلام ده. كرييت اكسل فايل ده بالديتا، ماشي؟ لا تعال بقى ايه، كرييت اكسل فايلز بقى. كرييت ايه؟ نتهدى كوبي كده ليست، هاته هنا اهو. كرييت اكسل ايه؟ فايلز كوبي، وسميه بنفس الايه؟ بنفس الاسم بي تي ان اكسل فايلز، دبل كليك عليه. ماشي.
هنا انا هاخد الداتا برضو اللي انا كنت عمال اجرب عليها. هو احنا ثواني الملف ده عندنا فيه كام شيت؟ عشان لو فيه ثلاثة نجرب ثلاثة مع بعض. ما احنا عملنا واحد واثنين وثلاثة اهو، صح؟ عملنا ثلاثة. خلاص فيه ثلاثة، نجرب الثلاثة مع بعض، شيت واحد وشيت اثنين وشيت ثلاثة. نستخرج الثلاثة، ايه رأيك؟ يعني انا هاخد الكود ده كوبي، بص هاخده كوبي كده الكود ده. وهحطه هنا بيست هو هو. وهاخد السطر ده كوبي واحطه بيست هنا، وهجيب تالت شيت اللي هو ايه اندكس باتنين، وهخلي ده تي بي ال تيست ايه 3، او بلاش تيست خليها تي بي ال 1 تي بي ال 2 تي بي ال ايه 3. يبقى انت كده عندك 3 داتا تيبل وبس كده. كل اللي انا هعمله بفضل الله بكل بساطه بدون ما اتعب وبدون ما اعمل اي حاجه، افتح بس الاول قبل ما تجرب مكان البروجكت اهو بن دباج، خلاص ده مكان الايه؟ مكان البروجكت. وهعمل هنا بفضل الله مثلا ايه؟ هعمل اكسل دوت كرييت فايلز، انت متخيل؟ كرييت فايلز على طول، كرييت فايلز. واكتب هنا مثلا، بص اكتب هنا مثلا ايه؟ كومباني مثلا، كومباني مثلا ده اسم اهو، انا بعت لك اسم. ورحت عامل كوما تي بي ال 1 كوما تي بي ال 2 كوما تي بي ال 3، ايه رايك؟ سيمي كود بس بالسطر ده بفضل الله. تعال نجرب، جايز يكون في ايرور. شغل كده ونزل ده تحت خلاص، وهات لنا ده كده، واختار الملف الاول اللي على الديسكتوب اهو. دوس بقى كرييت اكسل ايه فايلز، بسم الله. سكت ما عملش ايرور. بص كومباني 1 كومباني 2 كومباني 3، افتح بقى كده كومباني 1 البيانات الاولانيه، شايفها البيانات الاولانيه؟ ماشي، دي البيانات الايه الاولانيه كلها بفضل الله. اقفل، افتح الثاني، دي البيانات الثانيه، شايفها دي البيانات الثانيه؟ ماشي، اقفل افتح اهي البيانات الثالثه اللي احنا سايبين فيها واحده فاضيه من تحت اهي. دي متسابه كده هنا في الملف الاصلي، واحد اتنين تلاته، ولا دي فيها حروف وهو جابها غلط ولا عمل ايه؟ اشتغل كده. لا لا ده فيها حرف A وفيها حرف B، صح؟ ما هي دي ولا ايه؟ ولا حرف ال A مش باين، ولا انا اللي مش شايف، ولا ايه؟ وش معنى دي بقى كده؟ وهنا ان ده هو نفس ال، بص لما نوع في البيانات يبان بقى الايه الكلام ده. ماشي، هنا ايه واحد اتنين تلاتة، مع ان هو هنا في الملف الاول ما عملش اي مشكلة، هو اشمعنى ده بقى؟ يعني برضو هنا في حاجة، لما احنا استخدمنا ده الملف الاول اهو، الملف الاول فتحته انا مليانة اهو نصوص على أرقام على كل حاجة، فاهمني؟ اشمعنى ده بقى اللي عمل فيه كده؟ ولا بترجع للسلكت؟ لا سلكت ايه؟ طب ما انا انشأته كله فارد شار، صح؟ قدامك انشأته كله فارد شار، اشمعنى ده بقى اللي عمل فيه كده؟ ايه وبي وار دول راح مفضيهم. يعني اعتبر ان العمود اعتبر ان هو رقمي عافية، وشال ده اللي واضح قدامي مع العلم. طب لما عملناها هنا ثواني انا ما بصيتش، يعني ما خدتش بالي منهم. طب ما احنا لما عملناها هنا هو زي الفل ما شالش حاجة. طيب اقفل دي كده واقفل دي، اقفل كله بقى، هات اول واحد كده الاولاني، يعني ده الاولاني اهو اتنشأ زي الفل. ده اللي بعده خلاص هو هو، صح؟ اقفله، هات ده كده فايل اتنين
اهو البيانات طالعة. طيب ماشي، هات بقى كومباني واحد. انا فتحته باين كومباني واحد، ده البيانات اهي كلها، مفيش حاجة فاضية يعني. اقفل، هات كومباني اتنين، ده برضو البيانات كلها وفي حروف، ما قالش حاجة يعني. اقفل، هات بقى كومباني تلاتة. هو اشمعنى ده بقى؟ ما اعرفش يعني اشمعنى كومباني تلاتة اللي عمل كده، حركة غريبة جدا. افتح الخلية، خلية فاضية تماما، خد بالك خلية فاضية تماما، مفضيهم مع ان انا باعت كله في سنجل كود. طيب هو هنا حالة استثنائية بقى. طيب افتح كده، ما عملناه متهيألي قبل كده، ما عملش القصة دي غير مع ده بس، يعني هو ده بس اللي عمل معاه الحركة دي، هو ده بس اللي عمل معاه الحركة دي. طيب لو أنا جيت هنا ورحت إيه، حاطط أول قيمة هنا، أول قيمة مثلا إيه، ماشي، وهنا أول قيمة إيه بس، يعني أول قيمة هنا إيه وأول قيمة هنا إيه، ورحت عامل سيف، ورحت عملت إعادة للكلام ده تاني، يعني هحذف دول كده، أنا عايز أفهم السبب إيه، هحذف دول كده وهعمل إيه، هعمل نفس القصة تاني، خد بالك أهو، دوس كده. طبعا أنا مش هيهمني أول واحد لأن جربته، ولا تاني واحد لأن كان طالع عادي. خلاص تعال نشوف ده ايه حكايته ده. ده برضه مفيش فايدة يعني، هو بصراحة عامل حاجة غريبة جدا. اشمعنى ده يعني؟ ما هي برضه حاجة غريبة برضه، تحير صح، حاجة تحير. طب ماشي، خلينا نملى الخانة دي، يعني نحط فيها أي حاجة، صفر مثلا، ونعمل سيف ونقفل. يعني هو لو هو مش شغال خالص ماشي، لكن ده شغال عادي، هو شيت واحد بس اللي بيعمل فيه كده، حاجه غريبه فعلا. نفس الملف اهو، ادي كرييت اكسل فايلز، افتح نفس ابن اللذين ده، برضو مفيش فايده يعني. طب انا افترض ان انا جيت هنا وحط في حرف الايه مثلا، اقول لا، ما هو عادي اهو شغال، امال ايه اللي خلاه بقى يعمل حركه زي كده اثناء الاضافه؟ طب لما هو عملها هنا، ما في حاجات هنا معرضه انها تتعمل زيه بالظبط، ما عملهاش يعني، الكود سليم يعني. يعني اقصد اهو هنا مثلا بقى ارقام، اهي ارقام ما فيش اي مشكله، وهنا ارقام اهي ما فيش اي مشكله خالص، وهنا حروف تمام. طيب تعالى عشان بس ايه نحاول نوصل للفكره دي، خلينا نحط مثلا هنا في اقفل ده في الملف الاصلي، امسح دول، شوف التجربه، التجربه صعبه صح. افتح كده الملف الاصلي اللي انت بتمبورت منه، وهات الشيت اللي انت عملته فرحان بيه ده، وحط هنا مع الارقام دي، حط مثلا ايه بدل 6 ده، حط حرف الايه، وشوف هيعمل نفس الحركه ولا لا. ماشي، اعمل سيف خلاص واقفل، وشوف هيعمل نفس الحركه ولا مش هيعملها. نفس الايه، نفس الحركه، تعال نجرب. دوس كريت اكسل فايلز، عمل. هات بقى التاني، عمل نفس الحركه خلاص. يبقى هو هنا لما بيكون في عمود كله ارقام واحط له حرف في النص يعمل الحركه دي، غريبه صح. يعني معنى كده ان هنا ده بقى موحد اهو، كله ارقام، كله سترينج، كله سترينج، كله ارقام. خلاص ماشي، ان شاء الله هبقى ابحث في الموضوع ده، ولو لقيت له
حل هبقى حلو ان شاء الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.